السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نشرح لكم الدرس صفحة 110 لسنة أولى ثانوي جميع الشعب. نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو مع الشرح نتاعو والحلول يفيدكم وتستفادوا. ما عليكم غير تبعوا معايا. نبدأ على بركة الله. بسم الله. إذن قال: Look at the picture and answer questions from A to E that follow. Use words from the box below. راحين تشوفوا في الصورة عندنا مجموعة من الأسئلة راحين نجاوبوا عليها باستعمال الكلمات الموجودة في الصندوق الموالي. عندنا brush, bucket, water, stream, dirt, washboard, clothes, washing machine, river, clothes beater and well. الصورة تعبر على مجموعة من النساء رم يغسلوا في الحوايج بيديهم داخل القصعة والصابون واللوحة إلى غيرها. طريقة قديمة كانوا أمهاتنا يغسلوا بها. ربي يطول في عمرهم ويحفظهم. إذا نشوفوا مع بعض، نشوفوا الصورة وتجاوبوا على الأسئلة التالية. إذا نشوفوا معي الأسئلة نقراوها مع بعض. إذا هنا كل سؤال نقراوه نجاوبوا عليه. اذا عندنا where do you think the women are، وين راهم النساء في رايك؟ is it in the town or in the countryside، راهم في المدينه ولا في الريف؟ اذا the women are in the countryside، راهم في الريف، راهم قاعدين برا في الريف ويغسلوا. are the women عفوا rolling couscous eating or washing clothes، قال لك راهم يفتلوا في الكسكس ولا ياكلوا ولا يغسلوا في الحوايج. اذا the women are washing clothes، راهم يغسلوا في الحوايج بيديهم. besides their hands، زياده على يديهم، what else are they using، بزياده على يديهم واش راهم يستعملوا ثاني حاجات اخرين باش يغسلوا الحوايج. washboard and a brush، their feet ولا a clothes beater، اذا راهم يستعملوا في washboard and brush، عندهم الشيتة واللوحة والصابون. what are they doing it for، choose one answer، علاش راهم يغسلوا في الحوايج ثماك وعلاش راهم ينقوا فيهم بيديهم. to remove the water from the clothes، to remove the dirt from the clothes، to remove the soap from the clothes، قال لك باش ينحوا الماء من الحوايج ولا الوسخ من الحوايج ولا الصابون من الحوايج. اذا راهم يغسلوا فيهم. to remove the dirt from the clothes، بي هو الجواب، راهم يغسلوا فيهم باش يروحوا لهم الوسخ. حاشاكم. do you think it is the right way of doing it، هل تظن انها الطريقه الصحيحه لذلك؟ if yes why، اذا كانت yes وعلاش. if no why، ولا كانت لا لا وعلاش. اذا I think it is the right way، في هذاك الوقت يديروا بهذه الطريقة ويغسلوا بهذه الطريقة لأنه ما كانتش كاينة آلة الغسل. عفوا ماشي ما كانتش كاينة، كانت كاينة بصح ما يقدروش يشروها. yes it is the right way to do it because they don't have any washing machines. okay، كانش عندهم آلة لتغسل أو الماشينات اللي يغسلوا الحوايج. no ولا no it is not the right way because there is the new technology which makes washing clothes easier than before. هنا كاين اللي يقول نعم يبرر بهذه الطريقه، وكاين اللي يقول لا يبرر بهذه الطريقه، ما راهيش الطريقه المناسبه لغسل الملابس لانه كاين الواشين ماشين، وكاين اللي يقولوا نعم لانه ما عندهمش الواشين ماشين لانهم مش قادرين يجيبوها ولا يشروها. كل واحد ورايه. نتمنى ان شاء الله هذا الشرح مع الفيديو يكون فاتكم واستفدتوا. نتلاقاو في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وحفظه، وابقوا على خير، والله ولي التوفيق.